كنتمنى تكونوا على خير وبخير ونتمنى هذا الفيديو يلقاكم في صحه جيده ان شاء الله انتوم والاسر ديالكم هذا الفيديو هذا غادي يكون عباره عن جوله في واحد المحل اللي معروف ديال الاثاث يعني فيه اتات زوين واتمينه ديالو جد دي مناسبه هذا المحل هذا هو ماكس مشيت درت واحد الجوله ومنين عجبوني بعض الاشياء قلت ضروري نصور لكم هذا الفيديو هذا ربما تلقاو فيه بعض الاشياء اللي كتقلبوا عليها كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم هاد الجوله هادي درتها في الطبق السفلي اللي متعلق فقط بالاواني المطبخيه والديكورات أه لان فاش وصلت لهاد المكان هذا واخا ما كانش عندي فكره انني نصور عجبوني هاد الاشياء هادي وقلت ضروري غنصورها لكم عجبوني هاد المنظمات هادو اللي رائعين صراحه زوينين بزاف أه اللي جاي في اللون الابيض واللون الخشبي هاد المنظمات خاصه بالمطبخ اللي فيهم بزاف ديال الاشياء كيف ما كتشوفوا هادي معايا ديال اللي خاصه يعني ديال تي بوكس ولا لي ساشي ديال الشاي أه دايرين فيهم يعني السيري كامل اللي متعلق بالسكر اللي متعلق بالقهوه اللي متعلق بالشاي اللي متعلق كذلك بالدقيق يعني دايرين السيري يعني من من الاول حتى كي كيجي في المطبخ رائع وكيجي يعطي واحد المنظر اللي هو جميل بزاف كاين كذلك اللي فين كتحطوا الخبز يعني بغوت بوكس كاين فين كنحطوا باستا او لا نودل كاين فين نحطوا تبيبل ولا البصل والثوم يعني دايرين واحد التشكيلات اللي الصراحة زوينه الا درتوها في المطبخ ديالكم غادي تضفي واحد الجماليه يعني ما عندهاش مثيل وصراحه والاثمنه ديالهم جد مناسبه ماشي اثمنه اللي مرتفعه عجبني كذلك هذا الشكل هذا اللي في اللون الابيض وفي اللون الخشبي حتى هو ودايرين داك الكتابه بهذا الشكل هذا عطات واحد المنظر زوين بزاف وفيهم كذلك حتى هما اللي متعلقين بالرايس اللي متعلقين بالبسكوي التي الكافي كذلك تسوكا يعني كل حاجه دايرين لاش كتصلح كذلك عجبوني هاد المنظمات هادو اللي كاينين في اللون الرمادي واللون الابيض صراحه جايين زوينين هادو نقدروا نديروا منظمات يعني لداخل المطبخ ولا لداخل الخزانه يعني البلاكارات اللي هكذا ما غاديش ياخذوا لنا مساحه كبيره في المطبخ ديالنا ونقدروا نديروا وحده فوق وحده وما غاديش ياخذوا واحد الحيز كبير وكيجيو زوينين عطيني المنظر ديالهم الا حلينا البلاكارات ديالنا عطيني واحد المنظر زوين كذلك عجبتني هذا هاد هذا اللي فيه هادو اللي متعلقين بالعطريه و والشاي اللي صراحه كان واحد الوقيته كانوا مفقودين ما كاينينش كانوا يعني قلالين قليل تلقاو شي محل اللي كاين فيه آه كاين كذلك هادو العطريه اللي جايين بالحجم الصغير وهما ديال الميتال اللي عندهم داك التقيبات اللي تقدروا تخرجوا مثلا العطريه ولا التوابل ديالكم بواحد الشكل خفيف او لا دايرين واحد الثقب كبير اللي تقدروا تخرجوا واحد الكميه كبيره اللي جايين في اللون الميتال هكا بهذا يعني ديال الميتال وفي اللون الرمادي وفيهم داك الزو زجاجة يعني ترونسبارونت كتبين لكم شنو نوع التوابل اللي دايرينها وفيهم ماغنيت يعني داك الهندة اللي كتلصق تقدروا ديروهم كتلصقوهم على الثلاجة كيف ما تقدروا تلصقوهم كاين واحد سوبور كيتباع في ايكيا تقدروا تلصقوهم هكا كيتصفو وحده 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 وكيعطي واحد المنظر زوين داك اللون ديال التوابل ديال الخرقوم الفلفل الاحمر الفلفل الاسود والملح وكيعطي داك اللون واحد داك التشكيله ديال التوابل كتعطي واحد الشكل زوين ومنظر زوين للمطبخ ديالنا الثمن ديالهم كيدير 9 الاورو بحالهم بحال هادو اللي ديال الزجاج اللي فيهم قريعات صغار والقريعات الكبار أه كاين كذلك هاد سوبور هذا اللي عجبني ديال الخشب اللي حتى هو جاي زوين هذا أه نقدروا نديروا فيهم الطابليت ديالنا الا كنا كنحضروا شي وصفه في المطبخ اولا نقدروا نديروا الكتاب ديال الوصفات ديالنا اللي كنحضروا منه دائما نحطوه بهذا الشكل هذا يعني كيساعدنا اننا نشوفوا من الكتاب ونطبقوا الوصفه كيف ما يمكننا نديروا الطابليت ديالنا اللي نتفرجوا فيها شي حاجه اللي كتعجبنا وفي نفس الوقت كنقضيو شغلنا في المطبخ هنا كاين في هذه الجهه هذه كاين اشياء كلها متعلقه بالخشب ولا بامبوس كاينين هاد لي هما في اللون ديال يعني ديال اللون البني اولا من الخشب اللي جايين زوينين وكذلك اللي عجبني بزاف هما هاد المنظمات هادو اللي في اللون الاسود والذهبي اللي صراحه قلت عليهم شحال من مره ولكن ما لقيتش هاد الشدا وتصابيت خديت واحد الشكل اخر هو في الاسود ولكن ما فيهش الذهبي صراحه حمقوني هادو حمقوني عجبني هاد اللون هذا اللي جاي لون خشبي مع اللون الاسود مع اللون الذهبي تقدروا هكذا تدخلوا شي لمسه ذهبيه في المطبخ ديالكم كاينين فيهم ديال التيل كافي السكر وكذلك ديال الباستا يعني ديال النودل المهم كاينين منظمات مختلفه اللي عجبتني وثارت انتباه ديالي هي اللي صورتها لكم وكيف كتشوفوا الاثمنه ديالهم يعني كتروح ما بين 6 اورو 8 اورو آه يعني اثمنه جد مناسبه هكذا الواحد ياخذ كل مره حويجه حتى يكمل يعني الاشياء اللي اللي كيحتاج كي كاين كي كذلك هذا اللي في اللون الاسود واللون الفضي حتى هما جايين بداك ستيل قديم شويه داك شي ديال السنوات القديمه هما اللي ولاو دابا يعني خرجوا دابا يعني على الموضه حتى المطبخ ولاو كيغيروا فيه ماشي فقط الالبسه اللي كيتغير الستيل ديالها ولكن فقط كذلك يعني حتى الاشياء اللي متعلقه بتنظيم المطبخ كاينين هادو كانوا دايرين فيهم تخفيضات كيف ما كتشوفوا. ما بين خمسة اورو و اورو على حسب الحجم ديال الشيء اللي غادي تاخذوا وكذلك المنظمات هادو اللي هما جايين على شكل تنجرات ولكن هما ماشي هادو كذلك منظمات دي تقدروا ديروا فيهم يعني الكوكيز تقدروا ديروا فيهم البغوتشين تقدروا ديروا فيهم الدقيق يعني بزاف ديال ديال الاستعمالات اللي تقدروا توظفوه اه توظفوهم اه اه فيها اه المهم انا كنستعرض عليكم فقط بعض الاشياء اللي تارت انتباه ديالي وعجبتني بغيت نشاركها معكم اه بالنسبه للبنات اللي كانوا كيكتبوا لي وكيسولوني بغاو هاد لوفت فريتوز كاينه حتى هنايا في ماكس الثمن ديالها ستين اورو اه كاينين المهم شي جوج ولا ثلاثه ديال الاشكال هي هذه يعني داك الفريتوز اللي ما كنديروش فيها الزيت بزاف كنديروا فقط ملعقه ديال الزيت وكتجي لنا الاكل ديالنا مقرمش وخالي من الدهون صراحه زوينه سميتها هايس لوفت فريتوز غير انا ما نقدرش ننصحكم بها نقول لكم راه زوينه من هذا المحل هذا ولا لا لانني ما مجرباش هذا هاد لي مارك اللي كاينين في هذا المحل ماكس ولكن دائما كننصح يعني ب عامة ان إنساني الا بغى ياخذ شي حاجه ياخذها من اكثر هذه الالات هذو المطبخيه ياخذ واحد الماركه اللي تكون معروفه وعندها يعني واحد السمعه يعني طيبه يعني كاينين زاتور كاين بيديا ماك اللي تقدروا تلقاوه هذه الالات هذو وباسمنه كذلك مناسبه خاصه الا خديتو في الوقيته ديال التخفيضات المهم درت هذه الجوله هذه الحاجه اللي عجبتني كنصورها لكم عجبوني كذلك هذيك السيري ديال الملاعق والشواك اللي في اللون الذهبي تاهما زوينين بزاف وهنا كاين داك الاواني الصغيره لي طاس لي سوطاس الصحون اي حاجه يعني متعلقه بالمطبخ غادي تلقاوها هنايا عجبني كذلك هذا هذا السيري هذا اللي في هذا اللون الاسود والابيض انا كيعجبني اللون الاسود والابيض كي كي صراحه نديرو في اي مكان اما المطبخ الحمام اي حاجه حتى في اللباس ديالي كنلقى كنلقى راسي كنعتمد كال... كال... على هذا اللونين يعني ب... بكثره عجبني هذا السيري هذا وبغيت نوريه لكم راه كاين البنات هنا في مو ماكس وكاينين حتى في بعض المحلات الا ما خفتش ننسى نانو نانا حتى هما كيديروا بحال هذا الستيل هذا ولكن هنا في مو ماكس كاين بزاف ديال يعني دو لو شوا كاينين هنا صحون الكبيره والصغيره ديالها في بزاف ديال الشكيلات كيف ما كاينين لي طاس ديالهم واي حاجه يعني كتمشى مع داك السيري كل كل سيري ديري ال 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 يعني المناديل الورقي اللي كتمشى معاك كاينين هاد زليفات ديال لاسوب تاهما زوينين عجبوني صراحه بزاف يعني الا درتو هكا شي مائده مشكله من هاد السيري هذا كيعطيكم كي واحد المنظر رائع كاين كذلك السيريات ديال ديال القهوه تهم كاينين أشكال مختلفه وكاينين اللي دايرين فيها تخفيضات وكاينين اللي ما فيها تخفيضات يعني نتوما كتختاروا على حسب شنو نتوما بغيتو على حسب الديزاين اللي بغيتو على حسب اللون اللي بغيتو خاصه في هاد نهايه راس السنه كيف قلت لكم فاش كيتسالى العام كيدخل العام الجديد كيديروا تخفيضات مهمه المهم غير الانسان يدور ويحاول ياخذ الاشياء اللي 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 خاصه ما نشوفوش غير تخفيضات ونبقاو نشريو لان هكذا كنبقاو نعرمو علينا الاواني اللي حتى اللي ما محتاجيناش كنشريوها صافي كذلك هنا في داك الاشياء اللي كانوا هما كيزينوا بها في ف في, في, في هذه الحفلات ديال راس السنه داك الورود داك الشموع داك الديكورات اللي كيزينوا كي بها المائده ديالهم حتى هي دايرين لها تخفيضات يعني حاولوا تغتنموا الفرصه وتاخذوا الحويجات اللي خاصه كتهمكم اللي ما كتهمكمش واخا تلقاوها مخفضه ما تشريوهاش يعني تاخذوا الحويجات اللي هكذا محتاجينها باثمنه مناسبه اصحاب اللون الذهبي دايرين واحد الركن خاص بهذه الاشياء الذهبيه اللي صراحه زوينه بزاف سواء تقديم المائدة او لا الديكور بهذا الجولة هذه غادي نكون نهيت الفيديو ديالي لهذا النهار كنتمنى ان الاعجابكم الا كنت اول مرة كتشوفوا القناة ما عليكم غير تشاركوا باش يوصلكم دائما الجديد كنلقاكم فرحة الله في فيديو اخر موضوع جديد فكرة جديدة وتبقى على خير